تم التوقيع عليه عام 1998 بين بريطانيا وجمهورية أيرلندا والأحزاب السياسية في أيرلندا الشمالية، وأيده الناخبون في استفتاء أسس لتقاسم السلطة السياسية في أيرلندا الشمالية، وأعطى جمهورية أيرلندا رأياً في شؤون جارتها الشمالية. وضع حداً للنزاع السياسي والعنف الطائفي في جزيرة أيرلندا بصورة نهائية، وأنهى حقبة من حرب أهلية امتدت لأكثر من 30 عاماً قتل فيها أكثر من 3500 شخص. أرسى مفهوم التعايش السلمي بين طوائف أيرلندا الشمالية وبين جمهورية أيرلندا، وأيد حق جميع سكان أيرلندا الشمالية في حمل جنسيات أيرلندية أو بريطانية. ينص على عدم إقامة أي حدود بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، وضمن حرية تنقل الأشخاص والبضائع بدون أي عراقيل أو حواجز أمنية.